فيكم اليوم بطبق جديد مع شيف شادي والعشرة على عشرة لمحبين الجوانح. جوانح الدجاج اليوم مع دبس الرمان شرقية بامتياز. أكيد بدنا ننقع الجوانح مع دبس الرمان لمدة ساعة على القليل. الخلطة الأساسية أكيد رح تطلع قدامكم كمان على الشاشة بالمقادير بالجرام بالملعقة، اكتبوها ما تنسوها. ورح نحضرها هلأ. رح بلش من الخل الأحمر، دبس الرمان، عصير الليمون أو عصير الحامض، الخردل أو الموتارد أو الماسترد، منحط شوي صغيري كمان من الفلفل الحار، طلعوا كيف، ومنروح كمان على الفلفل الأبيض أو الفلفل الأسود. منحرك المزيج. هيدا المزيج صار عنا هو مزيج النقعة. هلأ بناخد الجوانح، منحط الجوانح بقلب هالخليط كلهم سوا، أوكي، ومنجي نحنا أكيد ومنخلطهم مزبوط. طلعوا كيف، كلهم 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 مزبوطين، وبدنا نحطهم بالبراد أو منحطهم بالتلاجة لمدة أقل شيء مثل ما قلت ساعة تيتخمروا معنا. رح شيلهم من النقعة واحد واحد، رح حطهم أنا على الزيت هلأ بالمقلي، بيتحمروا شوي صغيرة، بعدين بضيف عليهم النقعة نتفي نتفي مع التوم ومع كمان البقدونس ولا كزبرة، بقدونس ولا كزبرة، الاثنين سوا رح حطهم أنا اليوم. يلا طلع هون شو حلوين، يلا لنشوف. وهلا بلش كمان بسرعة مثل ما شايفين، منحطهم كمان من بعد ما نقعناهم بنقع دبس الرمان وعصير الحامض والخل كمان الأحمر، وبجي كمان أنا بسكر عليهم بهالطريقة. مثل ما قلت لكم لكن بعد دقيقتين لقوا كمان بلشوا كمان يحمروا عندي هالجوانح الحلوين، شرحات من التوم طوال حلوين بعقدوا، اوكي، ورح ناخد ونحطهم هون ومنبلش نضيف لهم مية النقعة. طلع مع مية النقعة منضيف لهم إذا بدنا من مرقة الدجاج حوالي ملعقتين كبار مش أكتر من هيك، من أول نار عليهم بيغلوا سوا. طلعوا شو حلوين بهالأربع دقايق حتى يكون الجوانح كمان هيك أخذوا الرونق وصلصة دبس الرمان الطيبة. شو عملت أنا؟ حطيت شوية بروكولي، شوية هيك لوبي أو أريكوفير مع الفلفل كمان الأخضر والمشروم الأبيض أو الفطر الأبيض، هيك رح حطهم جارنش حد الجوانح. وليكو هاللون الحلو اللي عليها، طريقة حلوة. بحط كمان هون عنا الفلفل كمان الأخضر، ليكو كيف. هلأ نجي نحنا منصفهم بطريقة كمان كتير حلوة. طلعوا شو بدي أعمل أنا، رح بلش من هون، رح ناخد جانح تاني كمان رح نحطه بهالطريقة. كل الجوانح رح نصفهم مثل بعضهم، اوكي حلوين. وكمان اخر وحده فوق بهالطريقه الحلوه، وبحط عليهم صلصه دبس الرمان. والف صحتين، باي.